الحائط. بين جبالها ونخلها يسكن أهلها الطيبون، وعلى امتداد التاريخ سطرت هذه المدينة مراتب الجمال والحب. هنا تقف الحواس حائرة ومتأهبة، تقف مع الزمن عبر تراث الأجداد وعبق الماضي. الحرف هذه كانت عادات جدودنا وأهالينا أمهاتنا، وكنا أخذنا الشغلة ذي منهم، كنا مشينا على الشغل ذا، صارت هي الحين هي شغلنا. بديت بها يمكن عمري مثل خويتي 8 سنين أو 9 أو 10، وبعدين رحنا صرنا سكننا حايل، كبيتنا الصناعة ذي. لما تقاعد أبونا جينا هنا رجعت مرة ثانية للصناعة. هذه حرفة من النخل، أولا نجيبها زي كذا خضر، بعدين نجف بالشمس وليبس نشققه، وبعدين نشبشره، وبعدين نخيطه، إن بغينا صفرة أو معلف أو زبيل أو أي حاجة نبغاها نخيطها. لجينا نصنع، نبدأ نبل الخوص بالماء، ونبدأ ناخذ كذا كمية، أما إذا أنها صارت صفرة كبيرة ناخذ عدد كثير، وإذا صار صغير زي هذا ناخذ 6 حبات ونبدأ فيها لما ينتهي. والخصف بعد يمكن كمية كثيرة، يمكن حزام كامل، يعني لأن كبير عريض ويأكل خوص واجد كثير. من الخوص نصنع صفر ومعالف اللي تحط فيها التمر، وقفاف يشال فيها باقل ويشال فيها كل شيء، يعني حاجة تحط فيها وتشيله. الناس يحبون شغل ليدينا ولا يحبون المستورد من برا، لأن احنا شغلنا نظيف ويحبون الزباين واجد. كل ندور بالديرة مهتم فيه، يشترون كثير بالها، بل وإذا طلعنا برا بالمثل حايل يشترون كثير، وحنا نورد نصدر الحايل، وحايل عاد يطلعون للبقية، يجيونهم برا من القصيم من أي مكان يخلون. هنا البساطة في العمل، فكل ما يتطلبه الأمر مجرد خوص من سعف النخيل وأنامل ماهرة تشكله بإتقان مفعم بالحب، لتكون النتيجة منتجا جميلا يلقى الإقبال والإعجاب. تتكئ خاصرة الزمن على تلك الدلال المرصعة بلون الصفا، تتكون عبر العصور لتكون بذلك قلب البيت والكرم. ففي كل بيت سعودي تزين الدلال المجالس واللحظات. من عام 1405 فتحنا المحل هنا شغالي وماشيتنا الحال، والشغل دقيق جدا هنا، مو مثل اللي يجي من الخارج. اللي يجي من الخارج يعني تقدر تميز دلي عند اللي، هنا ما تقدر تميز دلي عند اللي، من بغض صغير ولا كبير. تعد صناعة الدلال من الحرف التي دخلت إلى المملكة قديما، وكان الحرفيون في بداية عملهم في هذا المجال يقومون بتبييضها وجليها أو ما يسمى برب الدلال، ثم تطورت صناعتها وانتشرت في شمال المملكة. وعلى الرغم من أنواعها المختلفة، إلا أنها تتشابه جميعها في الشكل وأسلوب الصناعة. من
يجيب لوح نحاس ويفشونه بالأرض ويقصونه على مقاس الدلة، كل دلة له مقاس، يا قصوه صفطوا على بعضه ولحموه. طبعا المشرب يكون من ضمن الدلة، من ضمن المقصوص، بعدين يفتحونه من فوق يفتحونه من تحت، بعدين يركبون له القاعة وينعمونه ويصنفرونه، صلحون له غطاء، بعد يقصونه من ولهات وعكوز وقرط وعقرب، تكتمل الدلة وتسلم صاحبه الزبون. الدلة الواحدة تستغرق يوم كامل. هذه الرسلة تستخدم وسط المملكة وجنوب المملكة. عندنا الحساء برضو، هذه قديمة ولكن نصنع مثلها بالضبط، يأخذونها على الجنوب جنوب المملكة، وفي ناس تستخدمها منها للرياض، وفيه هذه قريشية تقتصر على حائل فقط لغير، طبعا قيمتها غالية، وذاتي قيمتها مناسبة، وهذه قيمتها مناسبة، لكن هذه لا غالية. السوق ممتاز جدا، لأنه السوق هالحين ارتاد الدكان هذا من أنحى المملكة، يجون من الرياض، من الدمام، من جدة، من الجنوب، من الشمال، من خارج المملكة، من دول الخليج، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان. روح لا والله لا والله بس الله يعطيك. تجمع بين أصالة الحاضر وعبق الماضي منحوتة من خشب الأثل، يخرج منها طيب الأيام والمعاني، وترتفع معها مراتب السنين، وهي ترسم ملامح القادمين في الحب. ولأن الكرم هو من نسل السعوديين، ستجد في كل بيت مبخرة الضيافة. ميزة المدخنة بحايل أنها تكون قطعة واحدة، يكون منظره لايق للنظر لشفته. صناعة المبخرة كانت من خشب أثل مواصل، وعند النجار يشيله يبلته، وليا خلص من توليفه كان يشقق هذولي تشقيق، يخلي هذولي مواصلات مع بعضها، ما هو ملحمات ولا ما، وليا ولفه وخلصت نجر هذا حق النار، انجروه وولف هذا بالمبرد، واللي خلص من هذا كان عاد يشكله بالتشكيل، فيه نقش بالآلة الصغيرة عنده نقش، في ذا ما يبي على حسب رغبة الزبون، ما يبي النقش يحطون مراية ويحطون النقش هذا هالمسامير الصفر هذه، يولفونه به على حسب رغبته، شيء يصلحوا هاللون، شيء يربعه، شيء يثلث، يعني على حسب رغبة الزبون. من قلب هذه المبخرة يظهر هذا البخور الزكي ليعانق الضيوف في مشهد متوارث جيلاً بعد جيل، دلالة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.